بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، مالت هو السبت سارد أي ويان ومالتي أي مارتين وقلت شنو برنامج كين غيرها بدنا عن كرة لي تلو مقادا تلو واتي الله سبحانه وتعالى ولا لي اروح اكو سو درستان ابو طلحه 1@gmail.com ابو طلحه APUDALXA نمبر 1@gmail.com اد ولدي كتشوابي دون هدي الله سبحانه وتعالى ويراده برنامجكم برنامج هذه هذا قيمه بدن فيدباك ولا لك اي مانع يا مارتي مره مريل ميسان ما كان ايا ان شاء الله باذن الله تعالى فلان المقسين دون سيده لوغو برواقودي خير بدن او غدعي خير بدن او بربري لها إلهي سبحانه وتعالى ثلاثة وناكسن فضيلة الشيخ أبو دلحة ربي وكي سلاحي إن شاء الله بإذن الله تعالى أرن عكرا ومعجزة هذه أي كل سوق دوناتو حقر سنين بكوس هذه أدقرسته سوال وحي ثلاثة وحي أدقرسته يسنو وكوخرسة مركا إن شاء الله بإذن الله تعالى كصادر سدا أبو دلحة ون @gmail.com إن شاء الله تعالى هذا وحي لدعدهين دونا صاحبكي أحمد إذا وقع صاحبك يا ابو دعوه مالته هو اوف ان شاء الله نكست ويك سوق لي دونا هذه الله سبحانه وتعالى ويراده بل اولا وحد سو دوينيا فضيله الشيخ محمود الشيخ حسن ابو دلحه فضيله تفضل مشكورا وماجورا يقول لك المدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على رسوله وحبيبي ومصطفاه وعلى اله واصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد. أحبائي في الله، وقفات حول سورة عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، سورة آد أقابا معنى هذون آد أبا لارنجي هي أي أن دون يا عاوة إن كلمة إذا كهر مريو تاسون إسلام هاي أسرابا أما قيس كمسلم كيه هدي أي فهمان وآيات داسي أي تلقى الرن أي كتلكتان إن الإسوسور دوانا يان أسرة سعيدنا أي نقل دونان بإذن الله تبارك وتعالى. سورة دوا سورة العصر، الله تبارك وتعالى وحكمنا أرنا يا الزمنك وحكمنا أرنا يا وقتك وحكمنا أرنا يا صلاة عصر لبض موال ليري تفاصيل كعلماء. الله تبارك وتعالى وحكمنا العصر، ولذلك الله تبارك جل وعلا سئو لودرنس يا وقتك يقيمه قيس كمسلم كأنا سخاس اللوغسي درنسيو ربي تبارك وتعالى وحكمنا أرتي عصرك قرآن كهباب أقردان وحضرك إنسان أرتي رب العزة ونارميو الزمن كأي وقت أنا كنا أرميو إنو سنحبت كتجن أما مالين كتجن أما ساعات تسالي عصرك ووحي كدن بيه قبل نعه وضورك مركو تبه مغرب لا الا قارن الهي عصرك وقت لا سو كدارت وحو ربي كدارت تبارك وتعالى والليل هبينك اطلنا الله وكدارت كلا ضحى هبينك يا مالنت كدارت والفجر وصلاة الصبح دلله ايضا وكدارت الرغم مركي كر اسو كعضو او اي برق قادنا والضحى الليل برق كي بو الله كدارت مركي مالين او الله اسكو دارنا والنهار بو الله كدارت اي شيغا وحا لغا تغي حدي لغا دارتي هبين كي او دن الله كدارت او مالين كي او دن الله كدارت او نسك هر الله كدارت او نسك دم با كدارت او كلا بحا هبين كي يا مالين كي كدارت بل دارتاسي انتي شمليتي معنى دو حوي ور وقتي كسايديش ور وقت الله غالي اكسا اليس اذا القيس كمسلم كا هذا وقت يس كسا اليس
oo qof walba cibaado ku camiro, taaco ku camiro, salaad ku camiro, soon isniin iyo khamiis sunnaha ku camiro, waa reerkaasi wuxuu noqonayaa reer wax soo saar leh. Sidoo kale rabbulcizati tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi ina alinsaana lafii khusr, yacni jinsu linsaan oo dhan khasaaruu ku jiraa. idan qoyska aan tilmaamaha soo socda laga helin khasaaruu ku jiraa. tilmaamaha soo socda waa suuraddu imaamu shaafici oo yidhi raximahu llahu tabaaraka watacaala, hadduusan ilaahay qur'aankiisaba aayad kale soo dejiyeen tanaa ku filaan lahayd. macnaha waxa weeyaan nolosha oo dhanba suuradda waxay ka warramaysaay waxa weeyaan qur'aanko dhan wuxuu ka warramay wey. sidaa daraaddeed baa la yidhi ila aladiina aamanuu, idan qoyska muslimka ah horta waa in iimaan iyo rumayn iyo yaqiin ay alla yaqiiniyaan, biwujuudihi jiritaankiisa ay yaqiiniyaan, biwaxdaaniyatihi kelinimadiisa waa inay yaqiiniyaan, biruububiyatihi rabbinimadiisa waa inay yaqiiniyaan. alla tabaaraka wa tacaala xuquuqda uu leeyahay dad guri laga xusaya waa inuu yahay rabbi tabaaraka wa tacaala. u fiirsada aamanuu, iimaan dhammaystiran baa laga helay, caqiida saxiixa, caqiida saafiya, caqiidatu salaf, caqiidatu ahli sunnati waaljamaaca, alsaxaabatu waataabicuuna waman bacdahum. waa guri nadiif ah, yacnii rasuulka sala allahu alayi wasalama waxyigiisii caqiidadiisii ayaa qolka jiifka, fadhiga, jikada, dhaxdaba waxa lagaga camal falo waa caqiidadii. cid aan alla ahayn inuusan dur iyo dhib u keeninin bay ogyihiin, cid aan alla ahayn inuusan nacfi siinaynin bay ogyihiin. sidaa daraaddeed waa caqiida dhammaystiran. al aamanuu ila aladiina aamanuu, iimaan dhammaystiran baa laga helay. qur'aankiisay rumaysan yihiin, malaa'igtay rumaysan yihiin, garbaha ka saaran kutubtay rumaysan yihiin, jannaday rumaysan yihiin, naartay rumaysan yihiin, dajaal bay rumaysan yihiin oo imaan doono, nebi ciise rumaysan yihiin, wax alla wixii sharci ahoo dhan oo in la caqiideeyo mudan bay qalbiga ku gunteen. qoys badbaaday wey marka, waa qoys hogaansamay wey, waa qoys xubnihiisu ay alle u hogaansan yihiin, oo carabkoodu uu alle u hogaansan yahay, oo indhahoodu uu alle ay u hogaansan yihiin, yacnii carabkoodu alle u hogaansan yihiin, carabkooday alle u hogaamiyaan, oo indhahooday rabbi u hogaamiyaan, oo xubnahoodaday rabbi u hogaamiyaan tabaaraka wa tacaala, oo waxay isku khilaafaan ayay rabbi u ceriyaan. wa in tanaazactum fii shay farudduuhu ila allah, waxay isku khilaafaan ayay rabbi u celiyaan, rasuulkiisay u celiyaan sala allahu alayi wasalam. idan waa dad waxyigii istiinka lahaa ka duulaya, ka intilaaqaya, ka duulaya, ku soo degaya. ila aladiina aamanuu, intaa keliya maaha, waa qolada koowaad wey. qoyska muslimka ah waa in gurigiisa iimaan uu ku camiran yahay. guriga aan iimaan ku camirnayn khuraafo iyo qashin uu ka buuxo, oo aan ilaahayba jacaylkiisa iyo xubbigiisaba uu ku yar yahay, gurigaa ma taagnaan karo. usus iyo maxaa la yidhahda lugo adag iyo xidido adag kuma taagno. waa guri laga dhisay gebi qarkii, afaman asasa bunyaanahu calaa taqwaa min allahi wa ridwaan khayrun am man asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haar fanhaara bihi fii naari jahannam. yacnii masjidka taqwo lagu dhiso, afaman asasa bunyaanahu calaa taqwaa min allahi wa ridwaan khayrun am man asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin haar. yacnii masaajid ama wax laga dhisay gebi dhinici oo inuu dumo dabka ku dhaca ah. saa daradeed guriga dadkaas si dhaba alle u caabuda ee caqiidada dhabtaa laga helay waa kuwa alla yidhi alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub, yacnii dikriga ilaahay ee tabaaraka wa tacaala qalbiga muxuu ku xasilaa? bidikri illaah, itmi'naan. afaman sharaxa allahu sadrahu lilislaam,
قف ونقرية قلبي سواسع يعي ووحور ما أقبلها لأن النور كان يفتين كان انطلاقيا تاسوا قلبك ذلوي قلبك لبنوا عملوا الصالحات عملوا الصالحات جيتك سلكي سو إيمانك أها جيتك مركي لورابي جيتك كرب أبحي لا مبدا أيو بحيي لا مهم من أي بحنيان وهكذا با العمل الصالح والصلاة دي عمل الصالح بعد التوحيد صلاة عبوين وحديثة كان قريها المسلمين تا قريها الصوماليات مقرتهم قريها بدن أولغتو كن كدب نبوه اسبا يقول نعي ترى اسبا يقول نعي من كبار السهم لانا هاي وان كلايا عينا دو قولي قفعد الميلة جرى عينا متغان ورميان اكتهي سنف كيهوري هدي قاريد كأي وتان هدو سكر نغضو ملك لما عاري كير النفط ودو يكون نغن كير اي نادي كير ورمحاد دن بي اوهد قشن صلاة دي بات كتكتي او صلاة دي بات تكني اما قلب قلب كا سيد قوي سورا سورا نغول ازا سيد اسر سعيد او قطو سيد رسول كا صلى الله عليه وسلم منهج كأولو شرحيائي سيرو أقبل كرتا سيرو قادم كرتا قريقا قلت سيرو نغون كرتا قريقي ونغون كرتا قريقي عائشة قريقي أم السلين سيرو قريقي ونغون كرتا سيئ هانترين أيهو مركز الأمان أيهو سيئ هانترين سيئ هانترين وين أبهاتو سيئ هانترين وين أبهاتو مركز عمل صالح صلاة وقوي dadka imaqliyo muslimiinta kuwa imaqli doona muslimiinta qolka waa inay muhiim aragti goore weyn siyan al amal salih as sala as sala haye ninki ma tukado haye gabadhi ma tukato markay doontay tukana ama markuu doonuu tukan dadkaas nolosha uu ku noolanayo hayta hal qofku haduu dhikriga alla ka jeesay dhigaysaa quraanka قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا لا إله إلا الله ومن أعرض عن ذكري قفك ذكري إيجا إيجا الصلاة إيجا قفك كجوست فإن له معيشة ضنكا نرى أركب كل رانيا نعم نعم قريانا إبرا واحد قوبا يوام حي وعبادة حمضوي الله بالنوع أما مرق هدوك وابدا بلغتو كن أما مرمر لتو كذا إن بدن أول لغتو كذا سلاة وحالة كذا يا الله سلاة وحالة كذا أخشو لهين سلاة وحالة كذا سلاة نبي سلاة دي سوك العرين صلى الله عليه وسلم إلا من رحم رب العباد إلا بدكو إله التوفيق بوافكي موين ولذلك رحمد مسو دغيش ولذلك صلاة هذه بابا إن وجه على جاية نفت لقية مال انت قيام ولذلك فنو صلاة لدي من با قيامة إمام دون لحدا سنة كنجري لحدا سنة يا صلاة بابا وجه على جاية نفت لقية لماذا موسى توسين كرين موسى قرحين كرين لا يتم الركوعها ولا سجودها ركوع لذي سجود هذا من نوم مدى ما يسير كرين سيدي شمبرتو كان اتو كنجري شمبر بي عبس مكاسا وحلونا هاي شيخ وريرك نبايقا هايستا شيخ وعلي ننكي وان كلا تغينا شيخ وبوه اسمه يقول دعي شيخ واسلها بالبا يقول دعي شيخ ورساس ماها وإن أنقر أن عذركم ميشا أكسوا برقان أيو أما كإيمان أيو وإن أنقر أن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملك الصالح بضن صلاة دانك سوقاري وإلا عمل الصالح ووحقا ويحي متغانا xubnaha laga sameeyo oo indhaha laga sameeyo oo carabka lagaga dhawaaqo amal saalix oo dhan bay soo wada gudagalayaan ama ay yihiinba laakiin waqtiga koobay hadii la yiraahdo qodobka idan qoyska iimaankiisu xoog leh amalka saalix ana ku daray saalix amalka waxaa la dhahaa markuu laba qodob leeyahay uu wato ikhlaas oo alla dartii ah iyo sidoo rasuulku wuxuu sameeyay in loo sameeyo صلى الله عليه وآله وسلم قولك سدحاد القيس كمسلم كان لقد دونيه بعد الإيمان بالله والعمل الصالح
إلى خير كيسودر دارمان وتواصوا بالحق خير علم برمية أو خير كيسودر دارمية أو وناج إس أمرية أو حمانة إس كرهيبية وإلى النغران قرية بضان أو قريه إن مسلمين تاكاملة وناج لسوشيو حمانة لإس كرهيبو ميقص متسلسل وحن باك صعودة قرية ميقص سيدة وحن باك صعودة قرية سيدة أوكلة ميقى أيا محل إذا ونمكو أركيا حرس كيسو درع خفيفة كوبا حيسو عرس وصوت الله يا بنو سن ضرب كراهي وحشر ومنكر إن لوانيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة اللواني إذا الأمر بالمعروف وحال الربا ما هون الأمر بالمعروف ولا تخد بعق يوم ليلة غير الماء الأمر بالمعروف وأمر أهلك بالصلاة الصبح المغرب واستدر عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة دار أمر النبي صلى الله عليه وسلم كلوا أولاد أمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع أرورتين ومركي تضبط سنة جيران أمر فيه وأمر 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 أهلك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك ولذلك النبي صحابة هوين كيس أوك إنجري صلاة الليل كعطاء تسيء وكعبوا إنجري كعبوا إنجري إلا ونبي صلى الله عليه وسلم الصبح صعطاها مركو قولي يجي من عائشة رضي الله تعالى عنها وكو أركي ده ثور له مركز النبي قلاله يستعي وإنكري وإنكري النبي صلى الله عليه وسلم ودي لينه صعد لقولي إلا يا عائشة فهمت إذا قويس كمسلم كأه وإنه قولي يهي قولي وناجل لقى أمره حماكنا لقى الرئيبه قلبك صدح هذا وقلبك كيو الإيمان بالله بوها كلمان العمل الصالح بوها كسحان التواصي بالحق متك أفرامنا إن غيرك ويا غير صبر بدن ونحو دو إسكن عياني أو إسقنين ياني أو خير كان يواناجل إسو الشيء يان بإسكن بسن كراني إلي إسو الصبران أو التواصي بالصبر أو صبر كو الدرجات كواوين جنة اللي قاره وحيالها منازيش واوين جنة اللي قاره أي الصبر كو كتراه وحاليها أيها المسلمون قيسسك المسلمين تو سورة العصر خد أودي سنة إنه اللي وأنفعه بل أفر سنة قيمها إيا الشرفت أي نولد صدح آيات بسوي وصورة قابا وقرآن كصورة هو قابا يدي صورة كلا ومع ذلك معاني ذا آشاد من إيا كبدا 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 دا كبو إلا وحسر بائنا نضعه قيس كمسلم كأصورة ده الدراسي والعصر إن الإنسان لفي خص خسارة ما كنت شرته ها أفر قبضة وقبت بادي كرتاه الإيمان الصحيح إيمان هي عقيدة صافئة ومده النبي محمد كتر صلى الله عليه وسلم العمل الصالح عمل إلهي الدرتي هي النبي محمد متابع عديسة وافق صلى الله عليه وسلم التواصي بالحق إن قرق أي معصدة يا منكراتك لغا ساره وقرق وراج يا خيرك لأمرأ ويهي التواصي بالصبر إيه وح الله وحي لبقه ضدك ماشي شو نحن ريا إمارة إلى يكون صبران إلى أرض القاتان أما وناج أي نحن ريا شيء ريا هو إمارة أما التعامل كي نقن كنحن ريا لنا كي ما دي أسأل الله تبارك وتعالى إلى هو عن كبر يا صورة بقى جابا معاني بقى يرى كبر حني إنه قيس كنا أصل يوصل أو قد يقو أي كجاران الأسرة السعيدة هذا هو حنكو ولا يا ولا لها لو دادينا يا برنامج كينا قيمها بدل غالية الكرات